السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنتكلم في الفيديو ده مع بعض عن عبارة الانكلود او عبارة التضمين. هشوف اشكالها المختلفة وهنشوف مع بعض ازاي نستخدمها في السي وسي بلس بلس. هنروح احنا في تشابتر 4، لكن احنا هنروح تشابتر 2 ناخد منه الوركينج دوت سي ده احنا حاطينه بس في تشابتر 2 علشان ما يبقاش متكرر معانا. ناخده كوبي وبعدين نحطه سي. هنلاحظ في السطر رقم 3 ده عبارة الانكلود، ودي بتنكتب كالآتي: انت بتحط الهاشتاج او علامة الشباك، بيسموها في البرمجة الباوند انكلود. بتحط العلامة ديت الاول وبعد كده تكتب انكلود، وبعد كده تقول اسم الملف اللي انت عايز تعمل له انكلودنج انكلوجن يعني، او اسم الملف اللي انت عايز تضمنه في الكود دوت. احنا في الحالة ديت عايزين نضمن الستاندرد اي او دوت هيدر، الاتش ديت اختصار الهيدر، تمام. وطريقة التضمين ديت انت تحط اسم الملف ما بين قوسين زاوية، بنسموهم قوسين زاوية او انجل براكت، تمام. وهنعرف ليه بنحطه ما بين قوسين زاوية دلوقتي. البري بروسيسور زي ما احنا عارفين هو اللي بيعالج عبارات الانكلود ديت، بيروح عليها الاول كده قبل ما الكومبايلر يشتغل، يقراها وبعدين يدور على الملف دهوت بالطريقة اللي هنشرحها دلوقتي مع بعض، وبعدين يروح ينسخ كل محتويات الملف ده ويحطها هنا في بداية من السطر رقم 3 وانت نازل، علشان تبقى ميثود او فانكشن زي البرنت اف دي متوفرة لينا لما نيجي نستخدمها. هي موجودة في الستاندرد اي او، مش متعرفة هنا لكن متعرفة في الستاندرد اي او دوت هيدر، لكن احنا نقدر نستخدمها هنا لان احنا عملنا عبارة الانكلود، تمام. لو جينا نعمل ران البرنامج ده زي ما اشتغلنا قبل كده هيشتغل عادي مفيش اي مشاكل، تمام. دلوقتي لو انت عايز تشغل، لو انت عايز تعمل انكلود او انكلوجن، لو انت عايز تضمن ملف من ملفات المكتبه الرئيسيه بتاعه السي، يعني ملف مش انت اللي عامله، تمام، ملف هيدر مش انت اللي عامله زي الستاندرد اي او دوت اتش ده، بتحط عباره الانكلود هاشتاج انكلود وبعدين تقول له اتنين قوسين زاويه، تحط جواهم اسم الملف اللي انت عايز تعمل له انكلود زي ما هو مكتوب كده بالظبط. ده بيخلي البري بروسيسور يروح يدور في فولدر اللايبراري بتاع الديفولت يعني بتاع النظام، ويروح يشوف الملف ده ويفتحه وينقل محتوياته هنا، تمام. طب افرض انت عامل ملف هيدر عايز تنقل محتوياته هنا، ديت بتعملها بان انت تعمل بالظبط كده اهوت زي ما هنشوف مع بعض دلوقتي. تقول له انكلود عادي خالص، لكن بتقول له ما بين علامتين تنصيص، تقول له بري مثلا بروس او وات ايفر اسم الهيدر فايل بتاعك ايه، تقول له بري بروس دوت اتش مثلا، وده بيخلي البري بروسيسور يدور في الفولدر بتاع فولدرات البروجكت بتاعتك بتاعك عن ملف اسمه بري بروس، تمام، علشان يبتدي يقراه ويحط ينسخ محتوياته كلها كاملة هنا علشان تبقى متوفرة للكود اللي تحت. لو جينا نلاحظ هنا ان هو عامل لي خطأ ان الملف ده اصلا مش موجود، ده لانه محطوط في تشابتر 4 لسه ما نسخناهوش. هنروح ناخده كده كنترول سي وكوماند سي وبعدين نعمل له كوماند في وبعدين نفتحه، تمام. هنلاحظ فعلا ان البي بوست دوت اتش ده موجود فيه حاجات ياما، تعرف فيه حاجات ياما. هناخد مثلا المتغير ده هناخده كوبي، الثابت ده هناخده كوبي، وبعدين هنروح هنا مثلا في البرنت اف دي نقول له والله the constant value is، وبعدين نقول له percent دي علشان يطبعها لي، وبعدين نقول له اطبع لي الاي 1 دوت. طيب الاي 1 دوت مش متعرف هنا اصلا، تمام، يعني هو مش موجود هنا اساسا، لكن لو جينا نعمل نقف عليه بالماوس كده هنلاحظ ان الكليبس اتعرف عليه وقال لنا نوعه وقال لنا ان هو كونستانت وقال لنا ان قيمته تساوي واحد وكل حاجه مفيش اي مشاكل. طب ازاي ده حصل؟ ده حصل لان البري بروسيسور لما هيشتغل هيحط كل محتويات الملف دهوت فوقنا اهوت، تمام، في من بدايه من السطر رقم 4 وانت نازل، وبالتالي هيتوفر لنا الثابت اللي اسمه اي 1 ده هيبقى موجود في الكود بتاعنا. لو جينا نعمل ران كده مع بعض فعلا قال لي ذا كونستانت از اي 1، وبكده نبقى شفنا عباره الانكلود بالانجل براكتس وبالكوتيشن ماركس او بالعلامات التنصيص وبالاقواس الزاويه، عرفنا استخدام ده واستخدام ده وشفناهم مع بعض. وكده هنروح نقفل الملفين بتوعنا عشان الدرس بتاعنا انتهى، ونحذفهم مع بعض ونبتدي نعمل كلين للبروجكت بتاعنا علشان نبتدي من المره الجايه ان شاء الله مع بعض. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.